بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبيت أعمل معاكم الزبدة إزاي تعمليها في البيت من وش اللبن، يعني حاجة ببلاش مش هتكلفك حاجة. كل يوم اللبن لما يغلى عندك بيعمل وش كده، لو سبتيه شوية يبرد بيعمل وش، أو حتى لسه أنت سبتيه من غير ما يتغلى ولسه عمل وش كده. فده انا بقى بجش اللبن اهوت وبحطه في علبة التلاجة لحد ما يكون شوية واعمله زبدة. وعاوزة تعملي السمنة بعد كده اعمله براحتك، او حاجة ببلاش اهي مش هتكلفك حاجة، اللي انت تروحي تشتري زبدة بالشيء الفلان. وطبعا احنا عارفين ان الزبدة والسمنة غالية، اهو بحطها في الخلاط اهو. ده كله من وش اللبن. حطيتها اهوت في الخلاط. يعني كان زمان الناس بيعملوها كده في بلاستيكية، روحوا ويجوا كده، وكانت بتتعب تاخد بالكام ساعة على ما تعمل حتة الزبدة. فده أسهل حاجة يعني أنصحك بيها تعملها في الخلاط، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. أنا ما بحبش في التصوير بتاعي إن أنا أشغل الخلاط عشان الإزعاج بتاعه، بس هأشغله عشان تشوفي ازاي بتتعمل الطريقة. بحبش ان انا اشغل الخلاط يعني في التصوير بتاعي عشان الازعاج، بس برضه عشان تشوفوا. شوفي انا دورت كده زي 10 دقايق ادور وبطل. شوفي الجدران لحد ما الجدران بتاعه الخلاط، الكوز بتاع الخلاط تبقى نظيفه، يعني اللي ما يبقاش فيها لبن زي اول ما حطيت. وبرضو هأضرب تاني. شوف اتكتلت اهي، اصبحت زبدة اهي، بس زيادة تاني برضو هأضرب شوية كمان. اه هطلعها من الخلاط، يعني هي زبدة صفرة، لان اللبن اللي انا بعمل منه مش جاموس، مش لبن جاموس، لبن بجر اهو. شوفي ثابت الجدران ازاي، شوفي كتلة واقفة، شايفه الخلاط اهو من جوه، منقاع الخلاط من ساب ال من ساب اللبن اصبح كتله اهو. حاجه مش هتكلفني حاجه، دي بتاعت الخلاط ديت اما اشيلها. او حطيت هنا اهوت وبعملها كور، بكورها الزبده هي. حطي عص ايدي ميه كده واخد شويه كده كتله كده اهو. عاوزه تسيحي طبعا بتحطها في التلاجة تكمل برده شويه كده. عاوزه ان انت تعمليها بعد كده سمنه براحتك، لو انت حابه ان انت تعمليها سمنه. هكمل كور وارجع لكم. اهو انا عملتها اهوت كده، لو انت عاوزه تسيحيها براحتك. وزبده هي تتحط على الفطار، تحطها على الاكل، وحاجه ببلاش مش هتكلفك حاجه من وش اللبن. واخيرا لا ننسى الاعجاب تقديرا منكم لمجهودي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.